ايوه اغفر لي يا أبتاه لأنني أخطأت. قد أخطئ. قد تخطئ. خبرني يا ابني، عم تفكر تزني؟ لا. عم تفكر تقتل؟ لا. عم تفكر تشتهي مرت جارك؟ لا. طيب ليه عم تفكر؟ إنه شو ممكن تعمل يعني؟ بصراحة يا أبونا، أنا عوني. هاي مش خطيئة يا ابني. هاي بعرف. ايه بس بصراحة يا أبونا، الجنرال قالنا فكر صح، قال بلدي صح. صح؟ صح صح، هو قالكم هيك. بس صح. أنت عم تفكر؟ نعم. عم تفكر؟ لا أنا ما بفكر، الجنرال بفكر عني. صح 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 صح. طيب خبرني هلا شو المشكلة يا ابني؟ المشكلة يا أبونا إنه بما إني أنا عوني، شو بيقول الجنرال أنا مفروض أعمل؟ صح؟ صح. وهلا مؤخرا قالنا الجنرال إنه بالنسبة للانتخابات قالنا اقبضوا منهم مصاري وما تصوتوا لهم. صح؟ لا مش صح يا ابني، لأنه هيدي بدك تعتبرها سرقة وكذب. يعني خطية؟ طبعا خطية. إذا بدك الصح هو إنه تصوت للي بدك إياه وما تقبض من حدا، هيدا الصح يا ابني. ففكر صح. صح؟ صح.